ايبي جيمينج وفيديو جديد. احنا الابطال ايبي جيمينج الجامدين، مهما تروح فين هتلاقينا موجودين. بصي من شمال طب ليتس جو يمان، انزل حط لايك للفيديو الجميل. يا احنا الابطال ايبي جيمينج الجامدين، يا مهما تروح. وازيكم يا احلى ناس في الدنيا واحلى ابطال جيمينج في العالم، والله ابطال وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده ابطال يعتبر فيديو تحقيقات. ناس كتير قوي ابطال بتسالني فين يا بلال التحقيقات بتاعت زمان، عايزينها ترجع بقى وولع نار. بصراحه هي من حيث هترجع فهي هترجع، لان يا جدعان صحيت على خبر للاسف خبر حزين جدا. ومين اللي قال الخبر؟ تتوقعوا مين؟ سونسون يا ابطال. طبعا يا ابطال في الحلقه اللي فاتت كنت قلت لكم، يعني في نص الحلقه قلت لكم ان شاء الله ممكن نرجع يعني حساب 55X99X ونصور بيه. واصحى على خبر والاقي سونسون بيقول لي على الديسكورد، يا بلال الحق ده حسابك مش عايز يفتح. قلت يا عم انت بتهزر، اكيد انت بتعمل مقلب فيا، اخلص بقى اخلص. ها وبعدين قال لي والله يا بلال مش بهزر. قلت ايه ده، هو باين عليه بيتكلم جد كده ليه؟ قلت طب خلاص يا ابطال خلاص انا ممكن اعمل حاجه. رحت بسرعه ابطال فتحت الحساب من عندي، تمام، وفعلا يا ابطال الحساب مش عايز يفتح. يا نهار ابيض، يعني انا خلصت ما صدقت، خلصت يعني موضوع اللي هو التحكير اللي الناس اللي بتهكرني، الموضوع بجد يا جدعان غريب. طبعا انتوا ابطال دلوقتي مش مصدقيني، لكن هوريكم وكل حاجه هوريها لكم دلوقتي، تمام. هنكتب ابطال دلوقتي 55X99X، تمام. اولا باين اول السكن اتغير، تمام. زي ما انتم شايفين ابطال كاتب في الاباوت يوتيوبرز فيرست، اللي هو انا اول اليوتيوبرز، وكاتب 10 من 10 اول واندرو بلوكس سون وماي شانل ديسلامي باك. مين ديسلامي باك ده؟ والله يا ابني ما اعرف. بحثت يا ابطال عليه على التيك توك وبحثت عليه على اليوتيوب، ما جاليش اي بحث خالص. عارف ليه الشخص ده مجهول الهويه حرفيا يا ابطال؟ برضك مش عارف ليه كاتب ديس وكاتب لامي باك، مش عارف مين لامي، يعني المفروض اللي هو الشخص اسمه ديسلامي. فابطال لو شفتوا حد قبل كده يعني من هاكرز روبلوكس اسمه ديسلامي، يا ريت تقولوا لي، يا ريت تقولوا لي في الكومنتات، لان تقريبا الشخص ده كان متبند شركه روبلوكس وكان مهكر حسابات او عامل حساب بيستخدم فيه الهاك وبشكل واضح، فشركه روبلوكس تقريبا بندته. فبعد ما بندته مش عارف ليه يعني لقى حد بيعمل تحقيقات كده اسمه ايبي جيمنج، قال لك لما ايه ايه الحد بيجيب مشاهدات انا هروح اهكره. طبعا فاكر بقى اللي انت تطلع منها سليم، لا ده انت هيتعلم عليك. واضح كده يا ابطال ان الموضوع كبير فعلا، زي ما شايفين الحساب يا ابطال عليه داخل على 4000 فولو، يعني انتوا كلكم حرفيا كنتوا معايا للنهايه في الحساب ده، وكنت مأجل الحساب ده لان انا عملت الحساب بتاعي اللي انتوا عارفينه طبعا يا ابطال اللي هو ايفل ديفل 365. حسيت بصراحه ان الحساب ده احلى شويه، واللي انا يعني في تفاعل كده وفي ناس. عامه لسه ما دخلتش ولا اي جروب تبع الهاك، لكن كل ده لسه هعمله قريب. يلا بينا يا ابطال، يعني تقريبا كده هو عايز اتاكد بس من حاجه، ندخل على يعني البليس المكان بتاعي من 6 شهور، تمام. الماب بتاعتي ما فيهاش اي تحديث، عايز اتاكد من الموضوع ده لانه ممكن يكون عمل تحديث. اي ار سي تيم ميتنج، تمام، بردك اخر تحديث من شهرين. اي بي جيمنج اند سون هنا ايه ده، من بردك كله من شهرين ما شاء الله يا ابطال. اول ماب جايبه 1600، تاني ماب 10000 زياره، تالت ماب 8000 زياره. بجد يا جدعان التفاعل، انا ما كنتش اعرف ان انتوا هتدخلوا على الماب جامد قوي كده. بس مش عارف ليه بردك يا ابطال لاحظت حاجه غريبه، ان هو مصادق شخص تاني وتقريبا ده حسابه الاصلي بقى، اسمه ديسلامي، مش عارف مين ده اصلا. كاتب اي ام باك فروم باند، او ماي جاد، يعني بيقول يا ابطال اللي انا راجع من باند. مش انا قلت لكم يا ابطال هو كان شركه بلوس كانت مدياله بان، وهو يعني رجع من البان. يو كانت باند مي ناو روبلوكس، او ماي جاد، ده واثق قوي ابطال من نفسه، ده بيقول ان شركه روبلوكس ما تقدرش دلوقتي تديني بان. طب يا راجل يا محترم جاي على جاي عليا ليه؟ طيب قول لي. طلب ابطال نترجم، بيقول مساء نهايه روبلوكس الساعه 12 بالليل. لحظة يا عم اعمل منبه، يا جدعان ده في ايه، ده كلام كبير ده يا جدعان. يقول لنا الساعة يعني كاتب 10 من 10 وكاتب 12 بي ام روبلوكس اند. بصوا انا معاكم اللي في مشاكل كتير قوي بتحصل في لعبة روبلوكس، وفعلا كل شوية حسابات بتاخد بان، من ضمنهم حساب قريبي يعني هو ابن خالتي خد بان يعني من اسبوع ولا اسبوعين، بان 3 ايام حرفيا، وهو يعني من الناس اللي بتشحن في اللعبة وبتحط روبوكس كتير ومشتري حاجات كتير قوي في بروك هافن. ده ليه اصلا يا ابطال ياخد يعني ياخد بان اصلا من اللعبة؟ ده واحد بيفيد اللعبة اصلا. انتوا يا ابطال متخيلين ان واحد زي ده ياخد بان؟ طب ليه يا عم انا بفيدك؟
فبصراحة ابطال متفاجئ جدا ومش عارف ايه ده. تعالوا كده نبص بص على حسابه، الحساب بتاعه ابطال لما نيجي ننزل كده مفيش اي جروب ولا اي شهادة ولا فيفورت، مفيش غير كاب دي بس في الاكسسوارز. وهنيجي نشوف في الفولورز الناس اللي عاملة له فولو، هنلاقي واحد اسمه بوي وواحدة اسمها لول. اوه ماي جاد، لحظة يا ابطال، انا شفت الناس دي فين قبل كده؟ تعالوا كده يا ابطال ندخل على بوي، لان انا والله بجد فعلا من غير مبالغه انا حاسس شفت الناس دي قبل كده في مكان وفي حساب. تمام، هندخل على اصدقاء الشخص اللي اسمه بوي ده. تمام، يعتبر كلهم ناس عاديه، مش عارف واحد اسمه لول وكلهم مش عارف ليه اسمهم لول، يعني اسم غريب بصراحه. هو الشخص ده بيلعب دلوقتي بس. تمام، انا بفكر ابعت له طلب صداقه لانه ممكن يوافق، بس انا ما اعرفش الصراحه يعني. بس يلا بينا ابطال نبعت له طلب صداقه وندخل كده على اللي اسمها لول دي، تقريبا قافله، ونشوف كاتبه هي ما اعرفش في الاباوت ومصادقه اكتر من اللي داخل على 200 صديق، دي مشهوره بقى يا جدعان. ندخل كده شويه في الاصدقاء، ناس مش حاطه صور، ناس عندها بتلعب. او ماي جاد، خلي بالكم يا جدعان، عندها واحد اسمه في الاصدقاء ايفل ديفل ايه 490، يعني عندها ناس من اصدقاء مصدقاني. خلي بالكو الناس دي كده ابطال متابعاني وعارفاني كويس. الشخص ده كاتب في الاباوت اي ام هاكر اي ام فروم ايجيبت اي ويل سيف روبلوكس. ده انت هاكر وبتحمي روبلوكس؟ ايه ده، دماغي يا جماعه ارحموني، يعني ايه هاكر وبتحمي روبلوكس؟ عارف يا جدعان الايام دي الهاكرز بيقولوا حاجات عجيبه صراحه. عامه يا ابطال تعالوا كده نطلع ونشوف الناس اللي عامله لها فولو بقى. تمام، الناس اللي هي عامله لها فولو. تمام، 24 واحد عامله فولو لروبلوكس ولديسلامي الشخص ده، وعامله فولو لنفسها. ايه ده، لا ده مش لنفسها. او ماي جاد، ده في مجموعه ايميلات نفس الايميل، يعني اسمهم لول ونفس الحساب بالظبط. وعامله فولو ليوتيوبر اسمه رواف، اكيد انتوا طبعا عارفينه، اليوتيوبر ده ابتدى يعني يلعب روبلوكس مؤخرا يعني بسمع عنه، وعامله له فولو. مين يا جدعان الناس دي؟ مين وايه هويتهم وعامله فولو ل 55x99x؟ حساب اللي المفروض دلوقتي اتهكر وانا مش عارف افتح الحساب. فالحلقه الجايه يا ابطال هطلع سونسون معايا ونحقق انا وهو في الموضوع، ولازم فعلا نشوف حل للموضوع ده، لان هو بيقول لي انه جاله الصبح رساله على الجيميل عنده ان الحساب اتغير كلمه السر فيه وهو ما قدرش يعمل اي حاجه. طبعا الحساب يا ابطال فاتح من ساعه، تمام، فيعتبر هو هكره النهارده كده، ممكن تقول النهارده الصبح وانا مش واخد بالي. فبس كده يا ابطال، ولحد هنا فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اما حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، ايبي جيمنج ابطال الجيمنج، وسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى. اوه اديله